توتر الأوضاع مجددا في محيط القصر الرئاسي بعدن. هذه المرة مع تجدد الاشتباكات في محيط منطقة قصر المعاشيق بين فصائل من قوات الحرس الرئاسي. مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات اندلعت على خلفية وفاة أحد عناصر المقاومة، ويدعى أيمن إقبال، والذي أصيب في تفجير انتحاري استهدف بوابة منطقة المعاشيق نهاية يناير الماضي. وتتهم المقاومة قيادات قوات الحرس الرئاسي بعدم الاهتمام به ونقله للعلاج في الخارج. الاشتباكات تسببت بسقوط جرحى من الجانبين، وكذلك باندلاع حريق في أحد المنازل المجاورة عقب سقوط قذيفة في مديرية كريتر. وفي نهاية فبراير الماضي كانت قد اندلعت اشتباكاتهم في المنطقة ذاتها على خلفية احتجاجات لأفراد المقاومة، حيث تم وعدهم بضمهم ضمن قوات الحماية الرئاسية الخاصة، إلا أن أطرافا سعت لعرقلة قرار ضمهم. وتشهد مدينة عدن أوضاعا أمنية متدهورة وسط مطالبات واسعة بإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، وكذا ضم أفراد المقاومة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومواجهة كل الفصائل التي تتستر تحت غطاء المقاومة.